فقد أمرنا بالوفاء بجميع العقود والالتزامات التي تترتب على مختلف الانتماءات، فبحكم انتمائنا إلى الأسرة تترتب التزامات وعقود، وبحكم انتمائنا إلى الحي تترتب التزامات وعقود، وبحكم انتمائنا إلى القرية تترتب التزامات وعقود، وبحكم انتمائنا إلى المدينة إلى العرش إلى القبيلة إلى جميع الانتماءات ترتب عقودا والتزامات. وقد أمرنا الله عز وجل في الآية الأولى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.